نروح بقى ناخد تفاصيل اكتر، ايه رايك؟ يلا عايزين نفهم برضو كده معانا المتخصص. خلينا ناخد الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره والناقد الرياضي، هو معانا على التليفون، ونفهم منه كده كده يعني نقطه. يا كريم صباح الخير عليك. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير لكل مشاهدي قناه الاهلي. أنا هحاول أختصر الأسئلة لأن أنا أسئلتي كتير أنا وكريم بصراحة في هذا الموضوع، ويمكن دي مش أسئلتنا إحنا، ده أو دي تساؤلات موجودة ومطروحة أصلاً يعني على السوشيال ميديا وفي الشارع المصري وأعتقد في الشارع العالمي. هل أنت بتعتقد إن ميسي فعلاً هو الأقدر؟ وبعدنا عن فكرة إن إحنا كنا عايزين محمد صلاح خالص، إحنا بنتكلم دلوقتي يعني بمنتهى الشفافية، خلينا نقول هل فعلاً ميسي كان الأفضل وهو اللي كان أكثر حظاً واللي كان يستحق إن هو يفوز بالكرة الذهبية؟ ولو احنا بنتكلم ان احنا بنقيمه في العام الماضي، ده سؤالي الاول، اتفضل يا كريم. لا طبعا يعني ده بدون ادنى شك، يعني ميسي ما يستحقش خالص ولا حتى يكون موجود من اول ثلاثة. يعني بنتكلم احنا السنة دي اصلا ميسي ممكن نقول مشاركة شرفية مع باريس سان جيرمان في كل البطولات، يعني ميسي مش الاحد، مش الاول، مش الورقة الأساسية أصلا بيعتمد عليها أصلا في تشيلسي وفي باريس سان جيرمان. وميسي يعني في ماتشات كتيرة شفنا كان بيتغير، يعني بصي آخر حاجة ممكن واحد يتوقعها إن ميسي ياخد الجايزة السنة دي، ده مستحيل على حساب ليفاندوفسكي طبعا، مستحيل. تاني هو نفسه ما كانش يتوقع يعني حاجة غريبة. لا لا هي طبعا بصي للأسف يعني أنا أتذكر مقولة قالها الأستاذ رندي كرويف يعني على بالون دور، قال إن هي جايزة بيقسمها مجموعة من الصحفيين ومجموعة من الأشخاص عشان صحابهم. فهي بالظبط يعني فعلا التعبير بتاع كرويف هو فعلا اللي ينطبق على اللي احنا شفناه امبارح. وكمان مش حكايه محمد صلاح، محمد صلاح مصري، لكن محمد صلاح يطلع سابع دي مصيبه جدا جدا مش مفهومه اي حد طبعا يختار. بس هي فعلا هو ده التقييم، انت بتدي التقييم شويه ناس كل واحد بيقعد يقول انا عايز ده انا عايز ده انا عايز ده بدون اي شيء منطقي، بدون اي شيء له مبرر. محمد صلاح يطلع في 2021 السابع وهو في 2019 كان الخامس، والسنه دي هو فارق بكتير جدا 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 عن السنتين اللي فاتوا. ميسي واضح جدا ان هو يعني بصي انا بالنسبه لي ميسي يعني حسن ختام المشوار، فاهم يعني ان هو ياخد الجايزه، فاهم؟ ليفاندوفسكي ما ياخدهاش السنه دي بعد كل عمره ده، لا امر بالنسبه لي امر فعلا ملوش اي معنى. ما اللي حضرتك بتقوله ده يا استاذ كريم، اولا صباح الفل عليك وسعداء بوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي. اللي انت بتقوله ده برضو بيلمح الى حد كبير لوجود فعلا حسابات ثانيه للموضوع، عنصريه ايضا. وبالمناسبه هل احنا كمصريين وحتى كعرب بشكل عام فكره ان احنا كنا منتظرين ان محمد صلاح يحصل على هذه الجائزه وهو ما لم يحدث، هل ده عشم زياده مننا علشان احنا يعني المحبه والوطنيه والحاجات دي، ولا الموضوع ليه زي ما كنت بقول لك من شويه ليه حسابات ثانيه خالص؟ لا انا شايف طبعا ان العدل هو كانت تبقى الجائزه ما بين ليفاندوفسكي وما بين محمد صلاح، لان هم دول اكتر اثنين فعلا ثابتين مستوى خلال السنه دي والموسم ده، وفعلا بيتنافسوا مع بعض حتى في موضوع احراز الاهداف سواء اوروبيا او محليا. انما دخول ميسي فعلا يعني هقول لك ايه، يعني في بعض الصحفيين اللي ليهم الحق في التصويت فيبدو ان هم بيكتبوا الاسامي هم اصلا مش عارفين ليفاندوفسكي غير محمد صلاح، مش هتلاقي غير ميسي. يعني فعلا اصلا معايير الجائزه معايير سيئه، فاهم؟ معايير مش مظبوطه انك فعلا يعني تخليها في ايد ناس ممكن ما تبقاش عندها درايه كامله بالامور الفنيه. طب ما ده هيفقد الجماهير الكرويه في العالم كله المصداقيه تجاه الجائزه دي، وهتصبح جائزه سيئه السمعه لو الموضوع ده اتكرر تاني. انا عايز اقول لك حاجه، يعني قبل كده عارف التنافس اللي كان ما بين رونالدو وميسي كان سهل على الناس. يعني ميسي ورونالدو قعدوا حوالي لا يقل على 10 سنين هما الاثنين مستحوذين على اذهان كل محبين الكره في العالم، فكانت الموضوع سهل، فانت بتختار ده رونالدو ولا ميسي، وبسيطه كل واحد بيشوف ميسي عمل ايه السنه دي مع الفريق المنتخب ورونالدو عمل ايه السنه دي مع فريق المنتخب، وخلاص وبتختار ما بينهم، ما كانش في حد بيخش معاهم. لكن هي بعد خروج رونالدو وبعد مفروض برضه يعني خروج ميسي فعلا ميسي بقى مستواه يعني سيء جدا جدا جدا، وبيعتمد بس على بعض الوضعات واللمحات الفنيه الفرديه، بقت صعب على الناس انها تقيم فني، فاهم؟
فعشان كده انا شايف فعلا ان هي المعايير بعد انتهاء حقبه ميسي ورونالدو لازم تتغير. حلو جدا، خلينا بقى نروح للشق الثاني وفوز صلاح يعني بالقدم الذهبيه، والتوقيت انا عاجبني ان الحفلتين كانوا في نفس التوقيت تحديدا، يعني برضه بنتكلم فبتشوف برضو ده ازاي وفوز محمد صلاح، وبرضو فكرة هنا الاسامي المنافسة، اسامي كلها برضو اسامي تقيلة جدا في عالم كرة القدم العالمية. اتفضل يا كريم. طبعا جايزة مهمة وجايزة اكيد 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 عشان تكون صراحة مش بنفس قوة ومش بنفس سمعة البالون دور، لكن اكيد حاجة كويسة، وبرضو هي من شروطها ان محدش يكسبها اكثر من مرة في حياته، وشيء جيد ويضاف لمحمد صلاح، واعتقد هو تعويض بسيط على المهزله اللي حصلت في البالون دور امبارح اللي احنا شفناها، فحاجه كويسه وان شاء الله يعني نكون صراحه السنه الجايه انا ما اعتقدش يعني ميسي حتى هيقدم نص اللي هو قدمه السنه دي، احنا شايفين ميسي مع باريس سان جيرمان يعني فعلا مش افضل حاجه ممكنه، وصعب خلاص يعني عامل السن ودي سنه الحياه بتخلي في ديكلاين في انخفاض مستوى اي لاعب في نهايه مشواره، فان شاء الله محمد صلاح لسه قدامه كتير عشان يقدمه، وانا بقول لك الضجه اللي اتعملت السنه دي هتخلي القائمين على البالون دور يغيروا حاجات كتيره من المعايير الجايزه خلال السنه الجايه ان شاء الله. نأمل ذلك، شكرا ليك جدا يا كريم، وعجبني المصطلح اللي انت اخترته فكرة المهزلة اللي حصلت، بس على كل حال مرة تانية احنا بنتكلم عن جائزة الكرة الذهبية، وان لم تكن بنفس فعلا مستوى يعني عفوا القدم الذهبية لم تكن بمستوى الكرة الذهبية، ولكن برضو محمد صلاح اول عربي وثالث افريقي يحصل عليها، فده في حد ذاته برضو انجاز كبير يحسب ليه يعني.